ان شاء الله للمعلومه اهل كفر الشيخ وما اهل السمك في جمهوريه مصر العربيه. سؤال سريع ما نبي نعطلك، السمك بالشتاء يظهر ام بالصيف ام بالربيع ام بالخريف؟ هو في الصيف بيبقى اكثر شوي، نوعيات في نوعيات بيبقى اكثر في الشتاء ونوعيات اكثر في الصيف. ما هو سمك الشتاء الحين داخلي اليوم؟ الكويت ايه الكويت الشتاء فيه 19 الله. زين السمك المصري البلطي ما يطلع هنا؟ لا البلطي فيه بلطي كويت. شلون شو يسمونه؟ بلطي كويت. والله الحمد لله. والزبادي امتى؟ بالشتاء ولا بالخريف ولا بالربيع الصيف؟ بيبقى في الصيف يعني. وليش السمك غالي؟ يقولوا انتم المصريين قليتوه. لا هو على حسب العرض والطلب يعني. هو يسبح بحمد الله. الله بالقران يقولوا اما شيء ولا يسبح بحمد الله. الحمد لله. انت لو صدت سمكه ترجعها البحر ولا تمسكها؟ لا انا مشان في السوق. يعني لو لقيت سمكه خاطرك تاكل؟ في ناس يحطوا بدول يصيد السمك ويرجع. لا هم بيتنزهوا وطلعت بتفسحوا كذا. صح. يا رب الله يعطيكم الصحة والعافية. انتوا ان نهر شنو النهر اللي عند كفر النيل؟ كفر الشيخ. احنا منطقة بين فرعين دمياط ورشيد، منطقة كفر الشيخ ديت البرونز ديت بين فرع رشيد ودمياط. شنو انواع سمكها؟ احنا عندنا بحر وبحيرة، عندنا بلطي وبوري. وبالنسبة للبحيرة والبحر جميع سمك البحر في سمك كبير. والقباقب شنو هو حكمه؟ اكله حلال؟ الكبوري والله الكبوري كويتين يسمونه ام القباقب. هم الجماجم. يلا شكرا سيدي. طيب. شكرا جمعه مباركه.